بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده الحد، عارفين يوم الحد بيبقى اليوم الطبي. النهارده مشرفنا ونورنا دكتور احمد صبري، استشاري الصحه العلاجيه والسن. اهلا بك يا دكتور. ازيك شيف يوسف؟ منور. نورك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. النهارده هنتكلم على موضوع حيوي بيهم كم كبير قوي من السيدات، يعني سواء كانت السيدات الأمهات، وكل سنة أمهات مصر بخير، أو السيدات الحوامل. هنتكلم عن تغذية الحوامل النهاردة، أو في فترات الحمل إزاي يتغذوا، إزاي يعملوا، يمارسوا رياضة برضو. مش ممكن يمارسوا رياضة؟ أكيد. طيب هنقول على كل الحاجات دي، بس بعد ما نقول أول وصفة عندنا هي عبارة عن سلطة بكبدة الفراخ والحلقات البصل. سلطه حلوه قوي، خفيفه، ما فيهاش اي مواد دهنيه غير معلقه زيت، وهي الكبده حلوه قوي. خصوصا احنا بنتكلم النهارده عن تغذيه الحوامل، هنتكلم على كبده الفراخ، وبرده ممكن تكون مفيده للحوامل، صح يا دكتور؟ طبعا. طيب. عندي السلطه عباره عن نص كيلو من كبده الفراخ متنظفه، وعندنا كمان ثلاث ثمرات بصل متقطعين شرايح، ومعلقه زعتر، ومعلقتين من الخل، معلقتين خل، ومعلقتين من عصير الليمون، وفصين ثوم، وعندنا خس وبقدونس. ونقول تاني المقادير: نص كيلو من الكبدة، وثلاث ثمرات متقطعين شرايح، وكمان عندي معلقة زعتر، معلقتين بقدونس، وفصين ثوم، ومعلقتين خل، وكمان معلقة من السكر. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض سريعا. هنشغل بس الحاجات كده، لان انا هنشوي البصل ده يكرمل مع على الجريل، وبعد كده هنضيفه على الكبده دي، هيبقى طعمها حاجه تانية هتشوفوها. اول حاجه هناخد هنا شويه من الزعتر، وناخد بقيه الزعتر ده على الكبده. يبقى احنا حطينا شويه من الزعتر على البصل، وشويه من الزعتر على الكبده. وبعدين اول ما هتسخن معايا الطاسه هنشوح الكبده لغايه ما تخش في التسويه، وبعدين هنشوي البصل هنا. ونرحب بالدكتور احمد. يا دكتور. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ منور. ربنا يخليك. الله يكرمك. ايه بقى موضوع تغذية الحوامل؟ وهل في فترة الحمل الأولانية تاكل حاجات معينة، ولا ممكن تاكل على طول نفس الأكلات لغاية ما تولد؟ ولا طبعا احنا عندنا هلع في الأمهات، أول ما مثلا يحصل حمل تلاقيها تقعد تغذي فيها، لازم لازم يا بنتي تاكلي، ده انت بتأكلي روحين، ده انت مش عارف ايه، وممكن تديها تغذية غير صحية. ده اللي عايزين نتكلم عليه النهارده يا دكتور، فاتفضل. هو طبعا يعني التغذيه اثناء فتره الحمل يمكن من الموضوعات المهمه جدا. يعني زي ما الشيف يسر بيقول، ان ساد العرف ان طبعا الامهات مثلا اثناء فتره الحمل بياكلوا كتير جدا، بياكلوا مثلا يعني اكل ليهم والعدد كمان معاهم، وبياكلوا كميات كبيره جدا، وده على مبدا ان زي ما الشيف يسري انت بتاكلي روحين، انت لازم تتغذي. ولكن هي التغذيه بالعناصر الغذائيه الهامه، يعني في بعض العناصر، وكمان بالفترات. يعني فتره الحمل بتوصل ل 40 اسبوع او 38 اسبوع على حسب فتره الحمل. ففتره الحمل كل اسبوع بيكون فيه عناصر غذائيه مهمه، فانا هبدا اقسم العناصر الغذائيه. ولكن عايز اكد على حاجه مهمه جدا، ان 38 او ال 40 اسبوع بتوع الحمل بتزيد فيهم الام حوالي 8 او 12 كيلو، وده كتير جدا. فلازم ناخد بالنا ان تغير الهرمونات لما بتكوني بنت او انسه وبعدين تبداي تتجوزي وتحملي بتزيدي، فهنبدا نقول ايه اللي ياكلك ويغذيكي ولكن ما يزودكيش. جميل. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه تاني؟ هقول لكم. حطينا هنا نقطتين زيت، حطيت عليهم البصل، وبعدين بعد شويه هضيف عليهم شويه السكر الموجودين عندي، وبرضه هحط الكبده مع شويه زيت. وده هنشوفه بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل. بعد الفاصل هنكمل مع بعض، ما حدش يروح في اي مكان. المحتوى الجديد دايما هتشوفوه برنامج المطبخ مع الشيف يسر، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض ولا حاجه خالص، زي ما قلنا حطينا البصل على الجريل مع نقطتين الزيت، بدا دلوقتي اهو هيكرمل معانا ويطلع السكر اللي فيه، وبعد كده هنوريكم شكله. وكمان حطينا هنا برضو بقيت معلقه الزيت، وحطيت عليها الكبده، هنسيبها لما تلون معانا شويه، وبعد كده نقلبها. ونرحب بدكتور احمد اللي كنا بنتكلم معاه على موضوع تغذيه الحوامل.
طب لهم اكل معين يا دكتور ياكلوه في فتره الحمل الاولانيه وبعد كذا شهر يغيروا، ولا هي نفس السيستم يعني؟ لا، هو الحمل زي ما احنا قلنا انه بيوصل لاسابيع 38 اسبوع، ففي تغذيه مهمه وتغذيه اساسيه تبدا عاده من الاسبوع الثالث. يعني عاده على الام لما يعني بتكتشف ان هي حامل من الاسبوع الثالث، فاحنا بنبدا نركز على عناصر غذائيه معينه. عند الاسبوع الثالث بيكون تكوين كرات الدم الحمراء للجنين، وبيكون الدماغ بتاعت الجنين بدات في التكوين. فاول العناصر الغذائيه اللي احنا بنركز عليها هي الفوليك اسيد. عشان كده دايما اول ما بنروح اول زياره لدكتور النساء، اول حاجه بيعملها للام الحامل ان هو بيكتب لها الفوليك اسيد ده عشان يمنع تشوهات الجنين. يعني ده رقم واحد فايدته، عشان الامات اللي بتكسل يا شيف يسري تاخد الفوليك اسيد وبيبقى مكتوب لها وما بترضاش. وكمان عن طريق الاكل احنا بنبدا نلاقيه في الاوراق الخضراء زي السبانخ، زي الملوخيه، زي الفاصوليا، زي البسله. بنلاقي كمان فيتامين ب من الحاجات كمان اللي بتساعد في التكوين وتمنع التشوه. بنلاقي ده في العيش، في الخبز الاسمر، بنلاقيه في اللبن، بنلاقيه في السمك، بنلاقيه في البيض. فدي اول حاجه بنركز عليها في الاسبوع الثالث اول ما بنكتشف الفتره المبدئيه بتاعه الحمل. بنبدا نركز على العناصر الغذائيه دي، وبعد كده هبدا اقول لكم تباعا بالاسابيع نعمل ايه عشان الناس بتلخبط الاكل. يعني معنى كده كل اسبوع له اكل معين او كل فتره لها اكل معين؟ يعني كل فتره في عناصر غذائيه معينه لان ليها دور في حاجه معينه. فاحنا بدانا من الاسبوع الثالث عشان الدم يتكون والدماغ بتاعه الجنين تتكون، فبنركز على الفوليك اسيد عشان نمنع التشوهات اللي بتحصل للجنين. ده رقم واحد وده اهم حاجه على فكره. حلو قوي. طيب هناخد اتصال وهنكمل يا دكتور. يا استاذه عواطف، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا، اتفضلي سامعك، اتفضلي. انت مش عارفني؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. انا خالك حسين محمد العمده. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يخليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. الحاج حسين عامل ايه والناس كلها عامله ايه هناك في اسيوط؟ كويسين والله، بيسلموا عليك يا ست والله. يا رب يا رب يبارك فيكي، سلمينا على كل اهل اسيوط، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك يا ست، سلمينا على كل الناس اللي هناك. الله يسلمك. مالكيش سؤال بقى؟ سؤال فكري، عايزه ابعت اهداء لامي ولا في شنطه. طيب، واحنا برضو بنقول والدتك كل سنه وانت طيبه، وكل امهات مصر كل سنه وهم طيبين، وانا سعيد بسماع صوتك، وسلام لكل عيلتنا في اسيوط، ربنا يديهم الصحه يا رب لو سامعيننا كلهم. يعني ناس حبت الناس كنز بجد. لا يعني عايز اقول لك حاجه، عارف الكرم انا شفته هناك بجد بجد بجد. يعني هم مش اهلي انا، اهل زوجتي الأصايطة دول يعني، بس هم بيعتبروني واحد منهم لأن أنا بروح هناك بجد عين الكرم في هناك. يعني أنا شايف يعني ليه سؤال، لو حضرتك بتفتكر الناس يعني فعلا يعني أنا بلاحظ دايما إن ليك أصدقاء من اسكندرية ومن هنا الحمد ومن هنا. لله يعني لما الناس بتكلم أصلا، حتى كلمتك الأسبوع اللي فات لما الدكتور زميلي قابلك وكلمك قال لك كلم حد حبيبك عايزك، حسيت انت مش فاكرني. لا على طول، لا اول ما سمعت صوتك على طول. والله والله حسيت انك بتكلمني مش فاكرني. لا 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 خالص، ازاي بس؟ لا 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 انا، طب مش انا رديت عليك قلت لك ازيك يا دكتور احمد؟ طيب خلاص حبيبي، ربنا يخليك. لا هو يعني ايه، الواحد الحمد لله ناس كتير قوي بعرفها، بس بقعد الاول كده استنبط الصوت يعني الواحد يسترجع الصوت وبعد كده يعرف على طول يعني. ف بنشكر الحاجة عواطف على اتصالها، وكل أهل أسيوط لهم تحية وخاصة، منفلوط وجمريس و إيه تاني؟ بلد الرمان هناك يعني، وعيلة ساوي كلها. اتفضل. دكتور طيب، احنا قلنا إن كل مرحلة من مراحل التكوين الجنين لها تغذية معينة، صح؟ طبعًا. طيب، احنا قلنا أول حاجة اتكلمنا عن الفوليك أسيد، بعد كده بعد كده ده في الاسبوع الثالث. بعد كده لما بنخش في الاسبوع الرابع بنهتم بالاوميجا 3. الاوميجا 3 دي ليها يعني دور في تكوين الجهاز العصبي بتاع الجنين. فالاوميجا 3 دي زي ما احنا دايما بنعمل اكلات الاسماك الشيف يسري، النهارده في سمك، الرنجه، الدلع،
السردين، بس الحاجات اللي ما فيهاش املاح، يعني حاجات ايه شدات ما تفتكرش مثلا رنجه تروح تاكل الحاجه المملحه. وبالمناسبه اكل الاسماك مش ممنوع، يعني مش ممنوع ان ناكل مثلا سمك بوري، ولكن مره او مرتين في الاسبوع، لان طبعا يعني التونه والسلم والحاجات اللي هي بتاعه البحر دي بيبقى فيها نسبه زئبق عالي شويه، فما ينفعش ان احنا نكتر منها عشان ده ليه نسبه من السميه في الدم، يعني بيرفع نسبه السموم في الدم، ولكن هو عنصر غذائي مهم جدا. نعم. فده محتاجينه مرتين في الاسبوع عشان تكوين الجهاز العصبي بتاع الجنين، وده بيبدا من الاسبوع الرابع على طول. فكده احنا جبنا عنصرين غذائيين مهمين بالنسبه للفوليك اسيد في الثالث، وبالنسبه للاوميجا 3 في الاسبوع الرابع. نعم. كده دول اسبوعين ورا بعض مهمين جدا. وللاسف شيف يسري، الحمل كمان لازم يتعرف من بدري عشان التشوهات بتاعه الجنين، وعشان التكوين والنمو المظبوط بتاع الجنين داخل يعني رحم امه، وعشان كده لازم من بدري لازم نكون عارفين ونعمل الستيب دي والتغذيه السليمه من البدايه. جميل. طيب دكتور هقول لهم انا حطيت هنا ايه. بعد ما خدنا البصل على الجريل بالشكل ده انا غيرت الطاسات، يعني خدت واحده اسخن شويه وحطيت فيها الكبده بدات تتشوه معايا، حطيت عليها الثوم، هنطفيها بالخل اهو، وبرضو هندي هنا شويه خل صغيرين وعصير الليمون شويه هنا وشويه هنا. طيب وبعدين انا لما حطيت الخل وعصير الليمون شفته طلع نتيجه التسويه اللي كانت في الطاسه دي، خليناها ناخدها هنا اهو. هندي هنا بقى نقطتين صويا صوص صغيرين، وهنا برضو نقطتين، ويبقى الاكله بعد كده جاهزه عندي ان انا اغرفها بعد شويه صغيرين، يعني كمل تسويه. طيب يا دكتور ماشي، احنا هنكمل موضوعنا، ولكن عايز اقول سريعا على الاكله الثانيه، هي نوع من انواع الاسماك. بعد كده يبقى عندنا وقت لان دي هتخش الفرن. سمك سموه بيوشي، سموه على البخار، سموه زي ما انتوا عايزين تسموه، ما فيش مشكله في التسميه. انا دايما بسيب لكم المصطلح يعني، بس انا طبعا باخد الاسماء الغربيه امصرها عشان خاطر يبقى الموضوع سهل، ما نقعدش بقى نقول اصل ده الشيف يسري بيقول اسكالوب ميزون ومش عارف ايه، بيتكلم بمصطلحات غريبه. لا خالص، احنا بنتكلم على ان احنا قاعدين معاكم في البيت، فبنتكلم ببساطه. اما المهنيين فهم عارفين انا بعمل ايه، يعني الناس المهنيه بتبقى عارفه اسامي الحاجات اللي انا بعملها، سواء بيوشي يعني او بويلد او مثلا ستيمد، كل المصطلحات دي هم عارفينها، فمش عايز اوجع دماغكم بيها. انا عايز اقول لكم ان احنا هنعمل دلوقتي طبق من السمك المسلوق، ولكن بصوص الليمون معاه عناصر غذائيه حلوه قوي. والسمك طبعا معروف ان فيه اوميجا 3، واحنا النهارده بنتكلم عن الحوامل. عندي كيلو من السمك الفيليه، عندنا كمان معلقتين من الزبده، معلقتين من عصير الليمون، ومعلقتين خل عنب، وبصلتين شرايح، ونص كوبايه من الطماطم الكونكاسيه، وانتوا عارفين بنعملها ازاي، ربع كيلو من المشروم متقطع شرايح، ومعلقتين بقدونس، ومعلقه من الزعتر، وهنقدمه مع بطاطس بيوريه. نقول تاني المقادير. عندنا كيلو من السمك، بصلتين ثلاثه شرايح، ونص كوبايه من الطماطم الكونكاسيه، معلقتين عصير ليمون، ومعلقتين من خل العنب الاحمر، ومعلقتين من البقدونس، وكمان احنا قلنا ربع كيلو من المشروم، ومعلقه زعتر، وهنقدمه مع بطاطس بيوريه. هقول لكم عملناها ازاي. تعالوا بقى هناخد ما انا هساله يا دكتور، هو اي حد ياخد الاوميجا 3 ولا دي لها طبيعه جسم معينه وخصوصا الحوامل؟ يعني في العادي الناس بتكون فاكره ان الاوميجا 3 بتخسس، ولكن هي بتقلل دهون الدم، يعني هي بتقلل الدهون الضاره. لما حضرتك مثلا بتاكلي سمنه وبتاكلي انواع معينه من الاكل فيه دسم عالي، فده بيرفع لنا دهون الدم الضاره والكوليسترول والكلام ده كله، بنضطر ندي الاوميجا 3 عشان تقلل الدهون دي. دي ملهاش دعوه بدهون الجسم، يعني دهون الجسم دي حاجه ودهون الدم دي حاجه ثانيه خالص. فاحنا بناخدها عشان كده، عشان ننقي دهون الدم. ولكن الاوميجا 3 نفسها يعني هي مفيده في حاجات معينه، زي ما قلنا ان مثلا فتره الحمل مهمه عشان مثلا تكوين الجهاز العصبي، مهمه تاني في حاجات ثانيه للبشره وحاجات معينه، لان بتخش كمان في التجميل، فبييجوا مثلا دكاتره الجلديه يدوا الاوميجا 3 عشان النقاء وندره البشره وهكذا. ف
فعلى حسب الاستخدام في التخسيس هي عشان كوليسترول ودون الدم الضارة، مش عشان الخساسان. يعني الناس بتربط ده بان هي تاخدها وتخس. فدي كده انا وضحت كل الاستخدامات عشان ما يحصلش الالتباس عند الناس، والناس بتبقى كونفيوزد يعني بيختلط على الامر. حد بيسالنا دلوقتي في الاربيس بيقول لي لها اضرار ولا ملهاش اضرار؟ لا هي ملهاش اضرار. الاسماك ملهاش اضرار؟ ملهاش اضرار خالص خالص. بالعكس الاوميجا 3 مفيده جدا طبعاً. يعني حتى عشان تمنع تصلبات الشرايين والتجلطات الدم وعشان سريان الدم، كل ده مهم جدا. يعني هي مفيده جدا جدا. لكن الاوميجا 3 الاصليه بقى، يعني الاوميجا 3 لان هي كمان مش موجوده في السوق. طب ده الحاجات اللي هي انت بتتكلم على الادويه، لكن احنا بنتكلم على التغذيه. لا في التغذيه احنا يعني مرارا وتكرارا وفي كل موضوع بنجيب سيره الاوميجا 3. الضغط يقل ازاي؟ ناخد اوميجا 3. كوليسترول الدم يقل ازاي؟ ناخد اوميجا 3. تغذية الحوامل من الاسبوع الرابع زي ما قلنا ناخد اوميجا 3. عشان ندرة بشرتك وعشان جمالك وعشان ناخد اوميجا 3. عشان حرقك يشتغل والحرق الضعيف، الناس اللي ما بتحرقش ناخد الاوميجا 3. حتى احنا في حلقة من الحلقات اتكلمنا عن الزيوت كمان اللي فيها الاوميجا 3 وهكذا. فلا ده عنصر غذائي مهم جدا جدا، ولكن الناس بتلجأ له يا شيف يسري يعني كحاجه اكسترنال سورس، يعني حاجه مصدر خارجي الناس بتاخده كتابلتس من بره، فده مش موجود يعني شاح شويه. طيب بيجي من بره يعني. هناخد معانا مدام كريمه ام يوسف. اهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا رب. ازيك؟ ربنا يبارك فيك يا رب. الله يعزك. انا وبسلم على دكتور احمد. اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لا انا بس بسلم عليكم والله، انا قلت بس اطبع عليكم واقول لدكتور احمد دايما كده منورنا في حلقاتك يا شيف يسري، يعني بجد استمتعنا بمعلوماته الجميله، وبقول لمامته برضو كل سنه وهي طيبه. كل سنه وحضرتك. وشكرا ليكم. تسلموا. ربنا يخليك يا رب. احنا سعداء طبعا بسماع صوتك، واحنا بنشكرك على اتصالك الجميل، ويا رب دايما يبقى كده المعزة موجودة والمحبة، وربنا يديك الصحة. بشكرك على اتصالك يا أم يوسف، وإن شاء الله بكرة أنا موجود معاكم على فكرة، إن شاء الله في اسكندرية هكون موجود على الساعة 5:30 كده لغاية الساعة 7:30 إن شاء الله، انتظرونا. خلصنا الصلاة. أنا غرفت كده حاجة على قد طبق فرد، يعني أنا لما أكون عندي ضيف هغرف له في الأطباق كده، أو حط كده في وسط السفرة طبق للجميع. يبقى إحنا غرفنا بطريقتين، كل صوص الناتج عن التسوية ده مش هنسيبه، هننزله كده لأن ده فيه طعم روعة، وبعدين ريحة البصل المكرمل معاه هتديله طعم أحلى كمان. هنيجي بقى ناخد نعمل طبق السمك، بس هنحرك الحاجات دي كده، وبعدين نجيب دول هنا هنعمل السمك في ثواني، ونستغل وقت البرنامج. بعد كده ناخد فاصل. شرايح البصل اهي بنحطها في الأرضية بتاعت الطاسة بتاعتنا أو الصينية بتاعتنا. شرايح السمك حطيناها في الأرضية اهي، وبعد قصدي شرايح البصل، وبعدين هناخد السمك هنحط شوية ملح. موضوع بسيط قوي، يعني موضوع لذيذ وسهل قوي، يعني اهو شوية ملح عليه وشوية فلفل، وبعدين ناخد شرايح السمك نحطها عليه على البصل مباشرة، وبعدين نجيب معلقة الزعتر، ناخد الأول المشروم عليه كله، ونحط عصير الليمون، ونحط الخل العنب الأحمر، وبعدين ناخد معلقة من طماطم يكون كثير. هقول لكم ليه، معلقة واحدة أو معلقتين كده عليها، ونخلي الباقي هقول لكم ليه دلوقتي بعد ما نخلص. طبعا عارفين الطماطم الكونكاسيه دي عبارة عن طماطم فقط، طماطم بدون البذرة بدون القشرة، عليها زيت زيتون وتوم وزعتر على الني، كلهم بيتحطوا على بعض يغلوا مع بعض، وبعد كده بنعملهم زي البيوري. خلاص هندي شوية الملح وشوية من الفلفل على الوش، ونجيب الزعتر نحطه ونغطيها وندخلها جوه الفرن تستوي معانا. انا خليت شويه مشروم هنا علشان هنقدمهم مع البطاطس البوريه على الطبق اللي هنعمله. هنحط الزعتر وندخلها الفرن، محدش يروح في اي مكان، عشان نشوف بعد كده شكل السمك عامل ازاي. معلش احنا قلنا فيه معلقتين زبده،
يا شيف يوسف انت بتتكلم على حاجات صحيه، ما احنا بنتكلم على تغذيه الحوامل، معلقتين الزبده مفيدين جدا للحوامل صحيح. بس ما نكترش صح يا دكتور صحيح. طيب هنحط معلقتين الزبده على الوش كده اهم، وبعدين اخر حاجه هنحطها زي ما قلنا هو الزعتر على الوش، ونغطيها وندخلها الفرن. هنستاذنكم ناخد الفاصل، بعد الفاصل هنكمل مع بعض. محدش يروح في اي مكان، دايما الممتع والجديد دايما تشوفوه برنامج المطبخ مع الشيف يسري، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل عملنا مع بعض الفراخ السمك وعملنا الكبده، وهنعمل الحلو دلوقتي. بس احنا حطينا البطاطس البيوريه، البطاطس اللي هي جاهزه اهي حطيناها في الطبق، وشويه المشروم اللي كانوا فاضلين شوحناهم اهم، هنحط عليهم شويه بقدونس صغيرين وهنضيفهم، هيبقوا ده الجرناتير اللي موجود مع الطبق. يعني ايه حد هيقول لي يعني ايه جرناتير؟ يعني الطبق الجانبي الموجود جنب الطبق. بنفسر لكم كل التفسيرات اهو. يعني ايه؟ يعني انا خدت شويه مشروم من الكميه الموجوده عندي، مع ان الاكل هيبقى فيها مشروم، بس حبيت يبقى شكله سوتيه كده يفتح النفس شويه اهو. نحطهم فوق البطاطس، والبطاطس البيوريه عملناها كتير وهقول لكم بنعملها ازاي يا دكتور. طيب عايز اسال بقى سؤال، بس لما نجيب نقول مقادير الاكله ولا نسال اللي انت عايزه؟ لا اللي انت عايزه. طيب يبقى نسال السؤال. السؤال بقى اللي جالنا بيقول المشروبات، زي ما في اكل مفيد للحوامل في مشروبات مفيده للحوامل، زي ايه بقى يا دكتور؟ يعني هي احسن لها تشرب لبن ويبقى فيه بروتين، ولا احسن لها تشرب عصاير فريش وتبقى احسن، ولا تعمل ايه بالظبط؟ ولا حاجات سوائل بقى من اللي هي بتدفي والكلام ده؟ لا يعني هو كل المشروبات تمام ما عدا المشروبات الغازيه، الالبان نفسها ما بفضلش تكون مثلا فيها دسم عالي، العصاير يستحسن ان هي تكون عصاير فريش معموله في البيت، بلاش العصاير المعلبه الصناعيه، بلاش العصاير عاليه السكر. يعني هي الفكره كلها بتدور ان احنا نطلع بره المعلبات، نطلع بره السكر العالي. طبعا ما ينفعش الكافيين العالي، فعشان احنا ناخد الشاي، ناخد النسكافيه، ناخد القهوه الكتير. فانا طبعا هدي يعني هكمل الاسابيع وبعدين هرجع ادي لسته جميل بالممنوعات عشان طيب يعرف. هناخد معانا الحاج عسكر ونكمل مع حضراتكم. يا حاج عسكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الشاشه انت والدكتور احمد والله. حبيبي ربنا يخليك يا حاج عسكر، ربنا يكرمك. وان شاء الله دايما وشك ووش خير باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله، ان شاء الله. وش خير النهارده على الاهلي والزمالك يا رب. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب كده ينصرهم. على الكره المصريه كلها. اكيد طبعا اكيد. يعني الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اتفضل. عايزين برضه نسال الدكتور كده على احلى حاجه كده للرياضيين. حاضر من عينيا. اكل الرياضيين يا دكتور. معنط عسكر وسيف واياد عسكر. حاضر من عينيا. حاضر. السلام عليك كلهم يا سيف يوسف. يا رب يخليك ليا يا حاج عسكر، واحنا سعداء بسماع صوتك، ربنا يبارك في عمرك. وهنخلي الدكتور يتكلم على تغذيه الرياضيين. طبعا هو قال حاجه كده بسرعه بس انا هعقب عليها. طبعا الاهلي هيلعب النهارده والزمالك هيلعب النهارده، احنا كلنا كمصريين بنشجع الفريقين. لكن طبعا لو الاهلي بيلعب الزمالك كل واحد كل مشجع لفريقه هيشجعه، لكن هو بيلعب حد خارج مصر يبقى لازم نشجع الفريق الثاني بتاعنا الوطني. يبقى احنا دلوقتي كلنا كمصريين ورا الاهلي والزمالك ان شاء الله عشان يوصلوا. ولو اتقابلوا مع بعض نبقى كل واحد يشجع فريقه، صح ولا لا يا دكتور؟ طيب اقول الحلو بقى سريعا. الحلو النهارده هنعمل حاجه بسيطه شكلها لذيذ، مكوناتها احلى، وهتبقى شويه وورم يعني دافيه. وورم يعني دافيه، عبارة عن فواكه متشوحة في زبدة وعليها صوص كراميل، وموضوع كده لذيذ يعني. أول حاجة عندي 3 أربع أصابع موز، نص كيلو فراولة، نص كيلو من الخوخ أو 5 قطع من الخوخ الكمبوت، ومعلقتين زبدة، وكمان عندنا كوباية من جوز الهند الشرائح، هوريكم يعني جوز هند دلوقتي الشرائح، وعندنا كمان كوبايه من السوداني، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه من الساور كريم، واوراق نعناع. نقول تاني، نص كيلو من الموز، نص كيلو فراوله، حوالي نص كيلو خوخ لو فريش، ما فيش فريش هنجيب 5 كومبوت 5 قطع، وعندي كوبايه من السوداني، نص كوبايه سكر، كوبايه من الساور كريم، معلقتين زبده او 3، واوراق نعناع وجوز الهند. انا بصراحه اما لقيت جوز الهندايه كده دي سليمه اهي جبتها، وهاخد منها الجوز الهند نقطعه شرايح قدامكم طازه اهو، شايفينه خدنا قشرناها
وهنقطع منها دلوقتي شرايح قدامكم طازة. خلي بالكم جواها سائل روعة، اشربوه يعني. هناخد بس الأول مع بعض كده، الأول السكر جميل اهو. طيب وبعدين أول ما السكر معايا هيكرمل شوية هنقوم واخدين عليه معلقتين من الزبدة يا دكتور. طب انت كنت عايز تقول على حاجات فوائد جميلة أسابيع صحيح؟ يعني انت قلت انا هقول مجموعة من او لستة من الحاجات ورا بعضها ورا بعضها اللي هي المغذية للحامل. عندي كمان أسئلة كمان مكتوبة كتير كتير. احنا قلنا هنقول على الفوائد والحاجات اللي نتجنبها والممنوعات. جميل والممنوعات. طيب طيب اتفضل. عايزين بس نقول من هل من الصحيح انه يجب الاكل احنا اتكلمنا على الحته دي ان دايما تقول لها مامتها كل يوم بتاكلي الاثنين عشان الرحيم للبيبي الموجود. لا الموضوع نظريه خاطئه. هو انا بس عايز اقول حاجه يعني تعقيبا على النقطه دي يا شيف يسري، ان خلي بالنا ان الضغط اثناء الحمل والسكر اثناء الحمل وتسمم الحمل ده نتيجته وسببه الرئيسي هو الافراط في الاكل، يعني كتر الاكل، السمنه اثناء الحمل وما بعد الحمل، يعني مكتسبات الوزن الزياده قوي. فمش معقول برضه يا جماعه ان احنا يعني تخش حضرتك فتره الحمل تطلعي زايده 12 كيلو ولا 18 كيلو ولا 16 كيلو ما تعرفيش تخسيهم بعد كده. لو في ترشيد، لو في توازن، لو في ان احنا بناخد العناصر الغذائيه الهامه فقط مش هنتخن، يعني ببساطه شديده مش بكتر الاكل، يعني مش بكتر الدهون، مش بكتر السكريات. فارجع اكمل سريعا بقى الاسابيع. احنا قلنا الاسبوع الثالث بنبدا بالفوليك اسيد، الرابع بنركز على الاوميجا 3، من الاسبوع الخامس للاسبوع الثامن بتيجي الام اثناء فتره الحمل بتحس بهبوط، بتبقى دايما مهبطه وتعبانه وكسلانة. عشان نتفادى النقطة دي بنبدأ نديها النشويات، ولكن النشويات بقى ايه؟ اللايت، النشويات الصحية اللي فيها فيتامين ب المركب. يعني مثلا ممكن نديها البطاطا الحلوة، ممكن نديها البطاطس، ممكن نديها العيش الأسمر، ممكن الرز والمكرونة، ممكن نديها الكورن فليكس، أو نديها مثلا الشوفان زي ما الشيف يسر بيعمل في بعض الأكلات، أو يدخلها في بعض الحلويات. ولكن مش كل النشويات اللي احنا نديلها مثلا السكريات المعقده، يعني شو ما قاعده هتاكل بسبوسه وهتاكل مثلا رز بلبن، لا، في انواع بتدي سكر وبتدي باور وبتعلي سكر الدم وبتحافظ على الحاله المزاجيه والباور والنشاط والطاقه في الجسم، ولكن يبقى مفيد وصحي زي ما احنا قلنا الكورن فليكس والشوفان والبطاطا الحلوه والبطاطس وهكذا. ده من الاسبوع الخامس للاسبوع الثامن عشان الام بتحس بالهبوط والتعب والكسل. الاسبوع التاسع والعاشر بتحس بالامساك، يعني بيبدا الامساك يشتغل. فاحنا بنركز على العناصر الغذائيه اللي تقاوم الامساك، كل ما هو تحس ان فيه الياف، يعني مثلا البرتقال، يعني مثلا الكيوي، يعني الفراوله، البطيخ، الكنتالوب، كل ما هو تحس ان فيه الياف، شرب الماء كتير، الجرجير، الخس، حاجات اللي هي ممكن تساعد وتقاوم الامساك. طبعا كل ده زائد ان احنا بنقول للام امشي كل يوم 20 او 30 دقيقه، يعني مفيش حاجه اسمها ان احنا عشان فتره حمل فننام في البيت ما نتحركش، ده ما ينفعش، لازم نمشي شويه، يعني لازم نتحرك شويه. عشان شيف يسري قال لي هل تمارس رياضه؟ احنا بنشوف بعض الاجانب يعني اثناء فتره الحمل بيلعبوا رياضه صريحه. شيف يسري يعني في لعيبه باسكت مشهوره جدا كانت بتلعب لحد الاسابيع الاخيره. فده برضو من المغلوطات ومن المفاهيم الخاطئه ان احنا ناكل كتير او ان احنا ننام في السرير ما نتحركش. الحمل يا جماعه مش بكده، لان ده بيطلع بمكتسبات سيئه جدا وبنعاني. طيب دكتور احنا هقول لهم بس سريعا، انا حطيت زي ما قلنا السكر كارمل، قمت نازل عليه بمعلقتين الزبده، وبعد كده حطيت الخضروات الفواكه بتاعتي، شايفين بدأت تنزل السوائل اللي فيها وتختلط مع بعضها بالشكل ده. هسيبها على النار شوية، مش هعمل أي حاجة خالص. أنا عندي السوداني هنا محمصينه، وعندي الساور كريم وشرايح جوز الهند اللي احنا مقطعينها اهي، هنوريكم شكلها كل الطبق على بعض. ولكن بعد ما نستأذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنكمل مع بعض. ما حدش يروح في أي مكان، الممتع والجديد دايما هتشوفوه برنامج المطبخ مع الشيف يسري، ولكن بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شايفين الكاميرا هتجيب لنا من فوق كمية الـ 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 السوائل اللي نزلت من السمك اهي، شايفين عاملة ازاي. هناخدها كده بالراحة، نرفع قطع السمك نحطها فين؟ في الطبق زي ما هي كده مع المشروم والبطاطس. وبعدين بعد ما نخلص الكمية كده ناخد، يعني انا واخد حتتين على بعض اهو، ودي الحتة التانية هنا. وبعدين شرايح البصل دي اوعوا تفرطوا فيها، حطها على جنب كده. ويبقى ناقص بس الصوص ده. فاكرين مش انا قلت لكم هخلي شويه من الطماطم على جنب؟ هاخدها كده احطها في كزرونه اهي الصوص عشان يركز معايا شويه. وبعدين ناخد عليه الطماطم الكونكاسيه تغلي معاه ونحطها مع بعض. يبقى انا كده اهو الصوص ده هسيبه يركز شويه، يتقل يعني شويه كده، او يعني احنا بنقول كده بالمهنه ياثر او يتكاثف مع بعضه، على بال ما يركز معانا شويه ويبقى يعني شكله كده تقيل. هقول لكم عملت ايه بعد ما سويت الفواكه عندي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خدت شويه من الصوص ده حطيتهم في طاسه سخنه مع السوداني، بقى عامل ازاي؟ كتل، عامل زي الكوركون. حلو، هنيجي نغرف مع بعض ونوريكم شكل الحاجه دلوقتي عبال ما الصوص بتاعنا يركز شويه يا دكتور. طب عايزين بقى في عجاله كده نقول على على تغذيه الحوامل والممنوعات والمشروبات، بس سريعا لان احنا قدامنا وقت قليل بقى دلوقتي. طيب احنا قلنا يعني الاسبوع الثالث زي ما قلنا فوليك اسيد، الرابع الاوميجا 3، من الخامس للثامن بتبدا تحس بغثيان وتعب، فبندي نشويات، بلاش الحاجات المسكره قوي، فبدانا ندي الحاجات المفيده. بعد كده بتبدا من الاسبوع الثامن الام نفسها بتبدا تتوحم، فبرضه بلاش الوحم على الحاجات المملحه والحاجات اللي هي بتتخن قوي، الحاجات اللي فيها دهون عاليه. يعني برضه لازم نكنترول فتره الوحم اللي هي بتبدا من الاسبوع الثامن، لان دي من الحاجات اللي بتتخن قوي، الحاجات برضه اللي بتجيب مشاكل كبيره جدا اثناء فتره حمل. قلنا ان الحمل مش بكتر الاكل عشان الدهون والسكريات والكلام ده بيتخن قوي، ولكن بالتغذيه السليمه. هنخش بقى من قلنا بعد كده الاسابيع اللي بعد كده هي اسابيع الامساك، فبنحاول ندي حاجات ملينه واكل فيه خضار وحاجات كده تلين شويه. بعد كده من الاسبوع ال 12 المفروض ان دي فتره الكالسيوم عشان بناء العظام والكلام ده، فنركز على الحاجات اللي فيها الالبان والجبنه، بس بلاش الحاجات اللي هي يعني فيها دسم عالي قوي، ولكن ممكن تبقى نستخدم مثلا لبن نص دسم، جبنه ما تبقاش مملحه، جبنه ما فيهاش دسم عالي، ممكن جبنه قريش، ممكن جبنه قليله الدسم، الكلام ده برده مهم جدا. الاسبوع ال 13 ده مهم جدا لان ده الفتره اللي الام ممكن تعيا عندها، تاخد مثلا دور برد، ممكن اصابه بفيروس معين، لازم يكون مناعتها قويه جدا. فالاسبوع ال 13 ده حتى رقمه 13 مميز، لازم يبقى فيه مضادات اكسده عاليه، لازم يبقى فيه فاكهه، لازم يبقى فيه خضار، لازم ده الاكل اللي نركز عليه لان ده يعني مهم جدا جدا، ودي فتره مهمه جدا. جميل دكتور، انا بشكرك على حضورك وعلى معلوماتك الجميله. احنا عايز اقول لكم غرفنا الفواكه وغرفنا الحاجات، وبعدين الصوص اهو ننزل كده على البطاطس مع السمك وبالهنا والشفا. انا عايز اقول لك يا دكتور ان انا كنت سعيد وانت موجود معانا النهارده، وان شاء الله يعني نتكلم الموضوع لان فيه معلومات قيمه. بشكر حضراتكم على الاصغاء، يا رب نكون قدمنا لكم معلومات بسيطه لذيذه جميله. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض، اشوفكم ان شاء الله بكره على خير. سلام عليكم.